مش في حاجات انت بتقف قدامها تقول مش قادر؟ مشدود ان محبة اخرى تغلبك. انا مقتنع ان افعل الحسن، مقتنع ان افعل مشيئة الله، واريد ان افعل مشيئة الله، وصلي ليل ونهار وبقول له اعطيني ان افعل مشيئتك يا الله، ولكن في مش قادر. مش قادر ايه؟ شوف بقى مش قادر ايه. مش قادر اقاوم كذا، مش قادر ارفض كذا، مش قادر اتخلص من التأثير الفلاني. اهو مش قادرات دي كلها بتقول ان قلبك مشدود. تقول انا ما بحبش الخطيه، معلش انت بتقول كده، بس ما دام مش قادر، اهو مش قادر ده الغريب الذي تحبه. مش قادر اقاوم الغضب، انت تحب الكبرياء، انت تحب روح الكبرياء. انا بحب روح الكبرياء ايضا. مش قادر اقاوم الشهر، انت تحب روح الشهر. انا بحبوش اهو، ما في قادر اقاوم الى اخره بقى. في نشوه، نشوه في الذات، نشوه الكبرياء. حس ان انت عملت مشيئتك، انت انت لحقك. النشوه دي هي خطيه المحبوب، زي نشوه اللذه. طب بلاش نشوه اللذه، الحزن. الحزن فيه نشوة. ايه نشوة الحزن؟ طيب نشوة الحزن الهرش في الجراح. يعني ما كنتش استهل الجراح. نشوة في الذات، وهذه النشوة الخبيثة في الذات هي اللي مخلياني قاعد اهرش في الجرح، والجرح عمال يفر دم واهرش كمان. هذه النشوة الخبيثة هي روح ابليس، هي حضرة بتاعت روح ابليس. نقطة بداية انك تبقى عارف ايه النشوة المحبوبة، شايفها وعارفها وما بتخدعش نفسك تحت بند اصل هو اللي عارف. عملت ليه كده يا ادم؟ المرأة التي اعطيتها اصل هي. عملت ليه كده يا حواء؟ اصل الحية. ما بتخدعش نفسك. انا بغضب ليه؟ عشان انا مغلوب من الكبرياء. خلاص واجه نفسي. انا بسقط ليه؟ عشان مغلوب من اللذة. انا بقى هنا ليه؟ عشان مغلوب من محبة الذات. تاخد نصيحتي، اعمل حاجة واحدة بس، قول لا بكل كيانك بهذه النشوة. قول لا، صرخ واطلب نعمة المسيح، امسك نفسك، كتف روحك، اعمل نفسك فيه، بس قول لا. ولا كامله وما فيهاش تسريب، بس اعمل دي وبس، هتوصل لاخر المشوار. لان اصل النشوه ده هي ما هيش حاجه اصيله في كيانك، دي حاجه دخيله على كيانك. يعني مش ربنا خلقك بيها زي ما بيقولوا، لا مش خلقك بيها، كل ده دخيل على كيانك، وهو دخل لكيانك بسبب ايه؟ بسبب انك قلت حاضر نعم. كل مره كنت بتستجيب كانت هذه النشوه بتتغلغل في كيانك. كل مره هتقول لا هيحصل لها ايه؟ تنحسر. لاحظ انه مش هتنحسر يوم وليله من لأ واحد. ليه؟ اصل هي متغلغله وما تغلغلتش في يوم وليله برضه، ده ثمره السنين. انت كل ما بتقول لأ كل ما بتمص السم ده ينحسر وبيخرج بيخرج. جسدي يمتلئ من خيب الحياه التي في الروح القدس. ولما يمتلئ جسدي من فيض الحياة التي في الروح القدس لا يشتاق ولا يبتغي ولا يطلب ولا يسعى ولا ينغلب من شهوة الشريف، لكنه يبتغي ويشتاق ويسعى لأن يكون هيكل للروح القدس. إن أجسادكم هي هيكل للروح القدس.
بيع الرخيص واشتري الغالي، بيع الفالص واشتري الأبدي، بيع الأهواء والشهوات، بيع غرور الخطية، بيع رغبات الجسد واشتري الروح القدس يسكن ويملى جسدك ويبهج جسدك ويبهج روحك، لحمك يهتف للإله الحي، تسكن فيه قوة الحياة، تفيد منه قوة الحياة. يعطينا الرب أمانة في إرادتنا وفي عقولنا في مشيئتنا وفي محبتنا، فنختن الجسد بسكين النعمة، ونختن الإرادة بسلطان الروح القدس، ونختبر عملية حقيقية لتقديم أجسادنا ذبيحة مقدسة مرضية عند الله. يعطينا الرب إن احنا نقبل أن نموت عن شهوات هذا العالم الثاني، وعن خداعات روح الخطية ولذاتها الخادعة، ونقتبل عوضا الالتصاق بمجده والاتحاد به والفرح بسلطان روحه. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0-101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 0-10-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.